احنا معانا فيديو مهم قوي، يا ريت كلنا نتابعه دلوقتي، عن عالم مصري عمل انجاز علمي لضغط الزمن وتخزين معلومات بالضوء. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. محمود جعفر عالم مصري يعمل ضمن فريق بحث كبير في ألمانيا على إنجاز سيشكل نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا باستخدام الضوء، وبالفعل تم قطع شوط كبير لتحقيق هذا الإنجاز. والنقلة النوعية المرتبكة هي تخزين المعلومات في ذاكرة حاسبك الآلي أو هاتفك المحمول في صورة ضوئية لا إلكترونية، وسيحقق ذلك لا متناهية تماثل سرعة الضوء في تحميل المعلومات على أجهزتك الذكية. واحتفلت نيتشر كبرى الدوريات العلمية العالمية بما حققه فريق جعفر. ويقول جعفر القادم من محافظة المنوفية شمالي مصر إنه تمكن من تطوير تقنية تستطيع ضغط الزمن والتحكم في الضوء وتوقيفه من أجل استخدامه في حمل المعلومات وتخزينها. ويضيف جعفر في حديثه إن ما فعلته أشبه بإشارة مرور داخل شريحة الميكروسكوب تقوم بتعديل الضوء وتطويعه للاستخدامات المعلوماتية المختلفة. وفقا للمثبت علميا فإن الضوء سريع للغاية ويمكن أن يسافر 300,000 كيلو متر في الثانية. ولطالما اعتبرت الفوتونات الوحدة الأساسية للضوء خيارا بديلا للإلكترونيات كناقل للمعلومات في الحوسبة الإلكترونية بحسب جعفر. ويوضح العالم المصري أن ذلك يعود أيضا إلى أن طيف الضوء يغطي نطاقا واسعا من الأطوال الموجية، ويمكن إرسال الفوتونات ذات الأطوال الموجية المختلفة بالتوازي، وبالتالي مضاعفة معدل البيانات وكذلك تشكيلها وتغييرها بطريقة يمكنها من نقل المعلومات في وقت واحد دون تداخل الإشارات الضوئية مع بعضها البعض. وتخرج جعفر من كلية العلوم في جامعة المنوفية عام 2008 بتقدير امتياز، وحاصل على الماجستير في الفيزياء من المعهد المتحد للأبحاث النووية في موسكو عام 2012، ولاحقا نال درجة الدكتوراه في فيزياء الليزر من جامعة ماربورغ بفرانكفورت، وكان عمره حينها 28 عاما فقط. ويعمل جعفر صاحب ال 34 عاما حاليا باحثا في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة هامبورغ للتكنولوجيا بألمانيا. طبعا بنعتز جدا بكل علمائنا المصريين اللي بيشرفونا داخل مصر وخارج مصر. طبعا العالم الجليل دكتور محمود جعفر الحقيقه قدر ان هو يكون من ضمن نخبه من العلماء اللي قدروا يحققوا انجاز كبير في عالم التكنولوجيا وعالم الاتصالات، وان يكون في نقل للمعلومات على الاجهزه الذكيه من التليفونات المحموله وايضا الحاسب الالي من خلال طبعا الضوء، وده من خلال استخدام الصوره الضوئيه وليست الصوره الالكترونيه، وبالتاكيد دوت بيكون بسرعه جدا بتوازي سرعة الضوء في نقل المعلومات على الأجهزة الذكية. هو فعلا بجد العالم محمود جعفر هو عالم مصري ضمن فريق بحث كبير في ألمانيا، والإنجاز اللي حققه ده مش بسيط ومش سهل، والحقيقة ده إنجاز تحميل المعلومات على الأجهزة الذكية ده هيمثل سرعة فائقة زي ما مها قالت. احنا كمان عندنا مصر الحمد لله عندنا نخبة من العلماء اللي بنتشرف بيهم، دكتور أحمد زويل رحمه الله، عندنا دكتور مجدي يعقوب وغيرهم وغيرهم من العلماء الأجلاء في مختلف المجالات اللي بيحسونا قد إيه مصر دي بلد عظيمة، قد إيه مصر بيخرج منها شخصيات بارزة، علماء، خبراء، مخترعين، وبالتالي إحنا بنحس قد إيه إحنا شعب قوي، شعب قوي بعلمنا، بثقافتنا، بحضارتنا، حضارة يعني 7000 سنة، إحنا يعني إحنا أجدادنا الفراعنة اللي بنفتخر بيهم ونتعلم منهم كتير جدا من حضارتهم وثقافتهم والعديد من الحقب الزمنية اللي مصر مرت بيها واللي تأثرنا بيها في العصر الحديث بشكل كبير.